افتتح الموسم الثقافي دورته افتتح الموسم الثقافي دورته الأولى في مدينة الثقافة بمسرحية رسائل الحرية التي استلهمت أحداثا من التاريخ تجسد واقعا معيشيا تتخبط فيه الشعوب بين الدين والسياسة. المسرحية اعتمدت على الموسيقى والكوريغرافيا والمؤثرات الضوئية، فسافر الجمهور إلى عالم طلع فيه على الحالة الراهنة والوضع السياسي العربي. ولنكن على كلمة واحدة وتحت راية واحدة. أطلقوا حمامة السلام والحرية، هو المشهد الأول من مسرحية الافتتاح للموسم الثقافي بالقطب المسرحي. دورة أولى اختارت رسائل الحرية في مقدمة قائمة العروض، مسرحية استعارت أحداثا من التاريخ بمختلف حضاراته لتتحدث عن التوجس من الحاضر والمستقبل وتبحث في علاقة الدين بالسياسة. انطلاقا من ما كتبه يعني النقاد والصحفيين على هذه المسرحية ونجاح أي يعني مهرجان الحمامات الدولي انطلاقا من افتتاحه بهذه المسرحية، أردنا أن تكون حاضرة في افتتاح يعني الموسم الثقافي لقطب المسرح والفنون الرقحية. أحبك يا حرية، ما معنى الحرية تفقد معانيها في الوجود؟ لغة عربية فصحى اعتمدها الكاتب في نص المسرحية، نص مقتضب دار في فلك ثنائية الإنسانية، عبودية وحرية، ظلم وعدل، ظلام ونور، ليظهر مثقلا بالرموز والدلالات وبمعزل عن الحوارات الطويلة بين الشخصيات. رسائل الحرية مسرحية لحافظ خليفة هي رسالة من قطب المسرح في مدينة الثقافة للمجتمع التونسي بصفة عامة، اللي راهو سواء كان الانتخابات سواء كان العمل في الحقل الثقافي أو الإعلامي أو الاقتصادي أو السياسي أو غيره، راهو الحرية تونس. يا أيها الإمام المتسكر، سينوغرافيا متحركة وإضاءة رقمية بديلة ولوحات موسيقية كوريغرافية، أرادت المسرحية أن تقدم بعدا فرجويا متلازما مع النص في رسالة للشعب مفادها أنه هو وحده القادر على تخليص نفسه من جلدي الماضي والحاضر. لقد سافرت مسرحية رسائل الحرية بجمهورها مرة عبر قطار وأخرى عبر سفينة لتقدم بذلك لوحة فنية مضمونها بحث في الحضارة وفي علاقة الدين بالسياسة. أميرة مهذب، العربي، تونس. ويسعدني أن أستضيف من روما حافظ خليفة مخرج مسرحية رسائل الحرية. مساء الخير أستاذ حافظ وأهلا بك. إذا أبدأ معك يعني بعنوان المسرحية رسائل الحرية، وتقرير الزميلة أميرة يتحدث عن رسالة أو رسائل وجهتموها إلى الشعب التونسي، إلى الجمهور التونسي وربما إلى الجمهور العربي بشكل عام. بالتأكيد، هل ما يزال اليوم المسرح يحتمل الرسائل برأيك؟ هو مهمة المسرح أساسا هي رسائل، والمسرح كان ولا يزال وسيبقى حمال لرسائل إبداعية جمالية من أجل مستقبل أفضل، وحتى استشراف لهذا المستقبل ودراسة ونقد للواقع الراهن. رسائل الحرية هي ربما استشراف للكاتب الكبير عز الدين مدني الذي وددت لو وقعت الإشارة إليه، وهو هرم من أهرامات الكتابة المسرحية العربية باعتبار أنه كاتب كبير على مستوى تونسي وعربي، وهذا شرف لي كمخرج أني تعاملت مع كاتب بحجم عز الدين مدني. النص فعلا استقرأ واستشرف ما نعيشه الآن وما سنعيشه في المستقبل، ما نعيشه إثر ثورات الربيع العربي في تونس أو غير تونس، وما سنعيشه من جد حافظ. طبعا النص كتب النص كتب يعني بعد الثورة التونسية.
لا، النص هو أساسا كتب منذ 1979 نعم باسم تعازي فاطمية، وقد صدر منشورا يعني بطبعة تونسية. نعم ونظرا لخطورة النص وحساسيته لم يتعامل معه أي مخرج، وهذا النص فعلا يتعامل مع التاريخ العربي الإسلامي، وخاصة نحن نعيش على وقع تونس عاصمة إسلامية في هذه السنة. يتحدث عن تأسيس الدولة الفاطمية بتونس وانتصارهم على الأغالبة واستعمال منظومة المهدي المنتظر، نعم هذه المنظومة بالمذهب الإسماعيلي الشيعي للقضاء على مد الأغالبة. ولكن في الأخير نكتشف بعد أن استتب لهم القرار والسلطة أن هذا المهدي هو مهدي دجال، وقد استغل هذه الثورة لمصالحه الشخصية، وقد استبد وسفك الدماء، وبالتالي كان وبالا على الشعب الذي نعم قام معه وبه هذه الثورة. نعم أستاذ حافظ، طبعا لتستوي العبارة بأن المسرح هو رسالة في النهاية إلى الجمهور، وأن المسرح هو أيضا يستقرئ المستقبل، خلينا نقول، هل يصح هذا على سنوات ما قبل الثورات العربية؟ يعني نعرف، كما أنت ذكرت حضرتك، أن النص ظل حبيس الجوارير لأنه لا جرأة على طبعا عرضه وإنتاجه. مسرحيات كثيرة لم تعرض، المسرح لم يكن فعالا كما كان بعد الثورات، لم يكن هناك صلة يعني بين المنصة والجمهور بسبب القمع والخوف. بطبيعة الحال، لأن كانت هناك لجان مراقبة من طرف السلط والسلطة. لنقل بصراحة، المسرح التونسي كان سباقا، وكان هناك مساحة من الحرية والجرأة أكبر وأكبر. وكتجربة المسرح التونسي، هو كان فعلا دائما في الريادة وفي السبق في فتح أبواب مسكوت عنها. نعم طبعا كانت بتحفظ، وكذلك نذكر المسرح العراقي بعد انهيار النظام صدام. نعم ولكن دائما نقول أن إلى حدود الثورات العربية بقيت هذه المبادرات وهذا الحيز من الحرية مكبوتا نوعا ما، ولحد الآن على فكرة، لأن لما تتصل المنظومة بالثالوث الممنوع وهو السلطة والجنس والدين، تصبح هناك تحفظات. وحتى في المهرجانات العربية تصبح تحفظات، وقد قمت بذلك في 2014 لما أخرجت السقيفة وكان فيها تجسيد للصحابة وربما مقاربة للوضع السياسي الراهن لعدم الخبرة باللعبة السياسية، واستعمال الدين دائما كضليعة للتعكز لأخذ السلطة. ولكن قوبلت بممنوعات كبيرة، لم هل يشارك هذه عملنا الممنوعات مقتصرة على الرقابة، على مقص الرقابة والسلطات، أم أنها لا أيضا أبدا. غير يعني مرحب بها في مجتمعات محافظة؟ نعم، هذه هي المشكلة، ليست فقط مجتمعات محافظة، حتى نخبنا المسرحية العربية قد انصهرت وقد التزمت بهذه المحافظة. نعم للأسف نحن نعيش في مجتمع عربي لا يريد أن يتطور. حتى نخبنا في المهرجانات المسرحية لها حسابات في تونس، وزارة الثقافة تدعم كل المبادرات باعتبار أن تونس كانت ولا زالت علمانية التوجه الفكري والإبداعي، وجريئة في حتى في طرحها الثقافة. نعم، لكن يعني وجود الاشتراك بعض المجتمعات المحافظة ربما لا يدفعنا للقول إن يعني المؤسسات الرسمية أفضل حال من الشعوب، يعني ربما هذه نظرية فيها شوي فوقية على الشعوب العربية. هي ليست للشعوب، هي كلمة عامة الشعوب العربية، أنا أذكر النخب العربية. للأسف ليست لدينا، لحد الآن لم نصل، ونحن نبحث دائما عن هوية لمسرح عربي، نعم لهوية عربية إبداعية، ولكن للأسف لا نستطيع أو لم يستطع المفكر أو المسرح العربي التخلص من هذه الرقابة، سواء الشخصية نعم أو الجمعية العربية الإقليمية، ربما
حتى الدولية، نظرا للحسابات ربما، لأن عملية تسويق وترويج اللعبة المسرحية أو العمل المسرحي لا يسمح له. لدينا عديد من المهرجانات التي لا تسمح بمرور بعض التجارب الجريئة الجديدة ربما، التي تشاكس نعم نوعا ما الوضع أستاذ، العربي بغير مباشرتية نعم بطبيعة أستاذ الحال. حافظ، نعم فقط لأنه الوقت عم بيداهمنا. طبعا كتب كثيرا عن الإضاءة في المسرحية بأنها كانت يعني من النادر استخدام هذه الإضاءة في المسرح العربي، أو ربما هي المرة الأولى التي تستخدم فيها في تونس. طبعا كانت في مدينة الثقافة عرضت المسرحية، هل كان لمدينة الثقافة دور في ذلك، بما أنه عملنا عن مدينة الثقافة طبعا فقرة قبل أيام؟ هو العمل كان يعني نتيجة شراكة أردتها أن تكون مع الدكتور عماد الخفاجي والمياحي محمد مهدي، وهما دكتوران من العراق، وشراكة كذلك مع نقابة الفنانين العراقيين، وشراكة بين شركة فن الضفتين ووزارة الثقافة التونسية. كان في افتتاح مهرجان الحمامات الدولي، وهذه الشراكة أثرت أو أنتجت هذا الاستعمال للإضاءة الرقمية البديلة التي تعتبر اختراع عراقي. فأردت أن يكون عمل مشترك إبداعي بين تونس والعراق، مرورا أو ربما لعدم وجود قنوات لإنتاجات شراكة، ففضلت أن أستدعي بنفسي هذه الإبداعات الجديدة وهذا الاختراع الجديد بالإضاءة الرقمية البديلة والسينوغرافيا الرقمية البديلة، التي ستفتح أبواب كبيرة ومجالات كبيرة في اختزال العديد من الديكورات والسينوغرافيا. وأنا جد مسرور وجد مفتخر بهذه التجربة، باعتبارها أنها لأول مرة تستعمل دوليا هذه الإضاءة، وكذلك سينوغرافيا هل نظرا عدلت لأني على النص؟ هل عدل على النص؟ يعني بما أنه نشر في العام 1975 أو كتب في العام 1975، فهل أجريت عليه تعديلات ليناسب بالضبط ما يجري اليوم؟ النص لم يعدل، فقط حذف منه بعض الفقرات المطيلة، يعني فيها بعض الطول. وبالأخير في المشهد النهائي اضطررت على تغيير بعض الأشياء نظرا لحساسية الموضوعة المهدي المنتظر، ربما لأنه ليست قضيتنا قضية دينية بقدر ما أنها قضية سياسية، حتى لا يؤول علينا أو لكي لا أن يؤخذ ما أخذ هذا العمل على أنه تاريخي ديني وله ربما غايات مذهبية، بقدر ما أنه له غايات فكرية وجمالية وتاريخية وكذلك مسرحية وسياسية بالأساس. نعم، إذن حافظ خليفة مخرج مسرحية رسائل الحرية، كنت معنا من روما، شكرا جزيلا لك.